قلت لي تحدي، شو التحدي اللي كان عندك مش المانيا؟ اكبر تحدي اللي واجهتي المشكل هو الالمان. اوكي اول حاجه الالمان، يعني كان انا جايب البيدو واخا كما ما تعيقش راسي باللي انا نقدر. ودابا انت وصلت وعندي انا يا نونك مين وصلت هنايا عندي البيدو، كنت ديجا دافع باش انا نفوت ليكزامان ديال فاخش باغ بروفون، يعني ديال الميديسين ميديكال لا لونغ ميديكال، باش انا نفوتو. ولا لونغ ميديكال يعني خصك تعلم عاوتاني الميديكال بالالمانيه كاع لي تيرم، انا بدل كلشي يعني تيرم ميديكو. يعني تما ما عندكش لو طون باش انك تعلم الالمانيه كورونت، عندك يلا كان ندير وقت باش انا نتعلم الميديسين ميديكال، خصني ندبر على راسي. فين ديكو انا من كنت ندبر على لي زيكول في غادي نتعلم فيهم في غادي نقرا باش نبريباري لهاد الامتحان. في الاولى ما لقيتش، ولقيت وحده كانت بعيده جو بونس واحد شهر قبل ليكزامان، وديك لقيتها ولكن اللي كانت عندي اون اونتخ طون كنت ندخل لي زيكول. واخا انا عندي بيدو كنت ندخل للبيدو ندخل نقرا ما فوق، انا عندي البيدو ولكن كنت كندخل غير باش نبقى ديما ف وسامتها جاي ما كتعرفت شي الماني، يعني خصك عاد تسيي تانتيغرا. كنت كتعرف شي واحد هنا من غير المدام؟ نو تعرف حتى شي واحد لا مغربي لا انا صديق لا والو. جينا ملي جيت انايا كنت في الاول مشيت لهانوفا، هانوفا كنت درت شهر ديال ليكول تما، واحد ليكول قريت فيها شهر المانيه، واخا انا كما كنت كندير بيدو قريت فيها كان شويه بيدو وشويه لا لونغ ميديكال، ما عجبتنيش ليكول فريمون ماشي مزيانه كاع. مجيت لبيرنا ما جيت انني لقيت واحد ليكول واحد اخرى، زدت دخلت واحد ليكول واحد اخرى عاوتاني تعلمت شويه وصافي. هذيك هي من جاني الرونديفو ديال ليكزام جا بريباريت فريمون بريبارينا بزاف باسكو داكشي صعيب الصراحه، لا لونغ هي صعيبه. وانت كتمشي وكتلقى صاحبي 5 ميدسان كل واحد كيسولك هادي فهمتيني، صراحه ليكزام خص واحد يبريباري، ليكزام صعيب خص بنادم يبريباري مزيان، خص بنادم يكون اليز مع لا لونغ خصك تكون اليز مع لا لونغ باسكو ليكزام اون لوي ميم هذا ليكزام ديال فاش بخا بروفون خصو يعرف واش انك تقدر تكومونيكي مع الباسيون، غادي تفهم المشكل ديال الباسيون، غادي تقدر تكومونيكي دياغنوستيك مع لي شيف ديالك، واش غادي تكومونيكي شنو خصنا نديرو البروسيدي، واش من بعد الى لقيتو شي حاجه غتقدر تهضر معاه غتقدر تفهم داكشي للباسيون لو تريتمون كلشي فهمتي، يعني خصهم يكونوا سيغ انك غتقدر دير هادشي باسكو الا انت دخلوك الى عطاوك لو ديبلوم وانت ما تقدرش تكومونيكي مع الباسيون. واغلب الباسيون هناك المان، وقدر يكون الناس كبار ما كيهضروش لونجلي، يعني بعض الحين يقدر يجي عندك واحد شاب يقدر يكون كاد لونجلي. ديجا في الميديسين الناس عرفتها باللي الدياغنوستيك ديالك كديرو واحد مينيموم واحد 50 ل 60% من الانامنيز، يعني من الباسيون كيقول لك هو الدياغنوستيك. يعني كتفهم الا فهمت نيشان شنو كيقول لك راه تقدر راه هو كيقول لك شنو هو، يعني باش اصلا تقدر تعاونو خصك تكون كتفهم واش كيقول. فوالا كتفهم واش كيقول باش انك تعرف تقدر تاورينتي راسك شنو الحوايج اللي غدير باش انك ممكن حتى الانسان ملي كيكون مريض كيرتاح يهضر بلغته الام، يقدر يكون كذا بالانجلي ولكن هو كيرتاح بلغته الام باش يقدر هو يعبر. انت توجعك كرشي كتمشي للسبيطار غتقول له مون فونتري ما فاهم، غتقول له هذا كرشي كتوجعني بالاخر فهمت ما غاديش باسكو ملي غتكون مريض غتكون مريض ما كانش. او الامتحان كيفاش داز؟ انا كنت ستريسي بزاف ستريسي لحقاش انا كنت مبلوكي الفلوس باش جيت للالمان كتبلوكي خصك تبلوكي تبلوكي الفلوس انا جيت قرا ولاش كيفاش انت ما جيتش قرا باش تخدم لانك نتايا غادي تعيش بهم انت ما غاديش تخدم ديريكت غادي مازال خصك تخدم انت انت ما جيتش انت ما كنتش عندك خدمه انت جيتي غادفع الامتحان ما كاينش عندك لا خدمه لا والو حتى تكون عندك هذاك لابروباسيون. اوكي يعني قبل لابروباسيون هما شنو غادي تبروفي الالماني كي غادي دير انت تعيش في ديك المده باش انك تبروفي لا واحد جاي يقرا انت ما جيتش خدمه انت ما عندكش كونطرا خدمه الا عندك شي واحد غادي يدير لك كارون اوكي مزيان ولكن ما عندكش غادي خصك تبين لهم في الفيزا انك لا انت باش تعيش يقدر يكون واحد جاي لقى خدمه وجاي داير كيخدم لا هكا ميتي ما تكونش هكا وي اوبليجي خصك ما تقدرش تي بو با براتيكي في هاد البلاد الا ما عندكش لابروباسيون ولا البيرو سيغ لاوبنس خصهم يتاكدوا ان السيد لو ديبلوم ديالو يلي ريكوني باللي لا لونغ الي ابت يعني يقدر يهضر بديك لا لونغ باش انه يقدر يخدم ويكومونيكي مع لي باسيون. وهادشي كامل كتفوت بدي زيتا يعني في الاولى خصك لا لونغ عاديه واحد بي دو ولا سي اي ومن بعد كتفوت ليكزامان دو لونغ ميديكال وابخي سا ديبون لو ديبلوم ديالك منين جاي
سوا يعطيوك بيرو في سيغلا وبنس سوا ابروباسيون وبها تقدر تخدم، ولكن ابخي ما كاينش واحد يدي بيرو في سيغلا وبنس من المغرب امبوسيبل، ما يمكنش يعني ضروري سوف تكون في المانيا. كانت كانوا كيقولوا واحد الوقيته باللي ان الفاخ باغ بروفون داك لو تيست ديال لا لونغ ميديكال غادي يقدروا يبقاو يديروه اونلاين، مانيش عارف هاد لافورماسيون اللي كوريكت ولا لا. الا عندك بي 2 في بلادك تقدر واقيلا تفوت الفاخ باغ بروفون اونلاين ولا مانيش عارف زوم ولا سكايب ولا ويعطيوه لك تما. الا عطاوك البيرو في سيغلا وبنس اوكي هذيك هضره اخرى تقدر تجي بيان سور تخدم ديالك اوكي يعني خصك ديك ولكن بلا بلا البيرو في سيغلا وبنس والاكوباسيون ما يمكنش. كيفاش دازت الامتحان؟ ديك انا عاودتي لي عليه ولكن داك ستريس اللي عشتيه كانوا خمسه ديال الاطباء كانوا كيسولوك يعني دابا مود ليش هو كان غير كان غير اوغال لا اوغال واكري وي لا واليكري في التالي ليكري كتكتب لا ليتر عندك علاش كان هو كان صعيب ما كانت لا سيتوياسيون ديالي اللي كانت صعيبه ماشي زعما واش كان الامتحان اون لوي ميم اللي صعيب ما مانيش عارف ما نقدرش نقول باسكو انا حسيت راسي يعني خدمت نورمال يعني ماشي في التوب ماشي هاك ولكن لا سيتوياسيون اللي كانت صعيبه باسكو كيما قلت لك انا كنت مبلوكي الفلوس بور 6 موا وابخي كان هذاك عندي باقي الفلوس بالنسبه لشهرين يعني انا كنت نقول الا ما نجحتش هنايا ما عنديش كي ندير نزيد نقرا في شي ايكول اخرى او كندير نزيد نجلس في المانيا وما عنديش كندير نبرولونجي لا كارت سيجور شحال من حاجه يعني السيتوياسيون كانت صعيبه ولكن الا كنت نجحت في ذاك الامتحان موراها بدو سيمين يصيفطوا لي لابروباسيون ثم نقدر ندبر على خدمه صافي مشاو كاع المشاكل اوكي يعني كان ديجا ستريس ديال الحياه يعني كانت السيتوياسيون هي كامله صعيبه يعني صافي الامتحان كان صعيب يعني كان ذاك النهار اني عاقل كان الصيف كان الصهد ماشي عادية في بيرلين يكون لك الصهد زهرك قدرت لنا كل والو شرب قهوه وماشي بريباريت صراحه الواحد ملي كيكون بريباري يعني كيكون نورمالمون كيما قلت لك ستريس كيكون باسكو انت عارف باللي راك درت لو ماكسيموم يعني انت كتوصل لواحد لو بوان كتقول باللي دون تولي انا ما قدرتش ندير اكثر من هذا الشيء اللي درت انا درت لو ماكسيموم وباش تما حتى اللي سقطت كتقول باللي انا درت لو ماكسيموم الا سقطت يعني المره الجايه غادي نشوف اوبسيون واحده اخرى ولا يمكن ما كنتش كنخدم لا ميم شوز صراحه من دخلت يعني حتى الاستقبال كان مزيان صراحه فهمت يعني ملي كوليك يعني خلاوك تكون اليز اوكي وربما حتى ما كيكون عارف انا بلي كيكون ستريس هكا كذا كيحاولوا عارفين بلي اللغه ماشي ديالي هادشي يعني كي كيضربوا شي حسابات ديالهم صافي كتجي كتعطوك باسيون كتهضر معاه وي باسيون كتهضر انت وياه كيكون هو كوميديان كيكون اكتر اوكي و كتهضر معاه كيشرح لك كتاسي انت تقول له هذه 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 بحال جاي عندك الكابينه ولا جاي عندك السبيطار ولا خصك تهضر معاه ما ديرش لي زيكزام هكا يعني تقدر تقول له غادي نكزامينيك ولكن ما لا ما تشي فيه هذه يعني داك الشيء بحال راك دير بحال راه عندك سيناريو كتلعب حتى انت كدير اكتين حتى انت راك دورك واش كيلعب الدور ديالو ثم كيشوفوك من بعد كتكمل مع الباسيون كيمشي جو بونس ومن بعد كيسحق كيقول لك اش قلت له كذا ما قلتلوش كذا وهذه يعني كتدخل معك في النقاشات مع شنو الهضره كنتي قلتيها يعني وشنو دابا نديرو هادي داكشي اللي قلتيه تكون عارف اش كتقول فاهم شنو كتقول باغ اكزومبل واحد فيهم غادي يمثل باللي هو الشيف ديالك غادي يقول لك بريزونتي لي الباسيون اللي جا عندك بحال الخدمه بيان سور غادي تقول له فوالا جاني باسيون عنده 30 عام عنده لي بالبيتاسيون ولا مانيش عارف ستروك كيوجعو وهادي وكانت عنده فيف غادي هادي جو سيمانات و بتيتر عنده كانت عنده انفكسيون فيرال ودابا ستروك كيوجعو وقيلا نديرو له اس اي جي نديرو له اي شو نديرو نشوفو الى عنده شي مشكل فعليا كانه فوالا يقدر يقول لك ما خصكش يعني في لا لونغ ميديكال خصك غير تبين بلي انك عارف لي تيرم وانك فهمت الباسون يسون فوت فواحد لو كوتي كبير بيان سور ما غاديش انت يجيك شي واحد عنده مشكل في القلب تقول له انت غادي نديرو له راديو ديال الرجلين فهمتي راك فاهم ولكن ما خصكش عاوتاني تجيب ديك ماشي بحال ليكزامان ديال ديال لا كونيسونس ميديك هذيك حاجه اخرى تما الا ما عرفتش بيان سور حاجه اخرى ولكن هنا خصك يكون فاهم باللي انك قدرت تكومونيكي مع الباسيون قدرت تكومونيكي مع الشيف ديالك قدرت فوالا خصك توصل الرساله صافي ملي كتكمل معاهم هما خصك تشوفوا ليكري واش انت عاوتاني في ليكري تقدر باسكو من بعد اي باسون كيجي عندك خصك تكتب له لا ليتر ديالو باش كيفاش وي شحال على الوقت كيعطوك باش الوقت ما كاينش ما كاين داكشي هذاك ليكول اللي كنت فيها انايا الا كان شي واحد البيغنا انا جوي كونساي انه يمشي لديك ليكول باسكو داك السيد داك السيد بزاف ديال الناس ما عندهمش معاه باسكو ستريكت بزاف ولكن هو كيقول لهم انا ما جيتش هنا باش
تصاحب معاكم ولا نضحك معاكم، انا هنايا باش نتوما تنجحوا الامتحان. يعني سواء غديروا هذا الشيء اللي انا كنقول لكم، سواء سيروا لديوركم. انا ما فهمت، كان فريمون من ستارت انا الاخر كنرشقت ليه عليه الصراحه، باسكو انا جاي بخصني باغي ندي داك داك الامتحان. الشيء اللي بغيتي انا كنت كبيتي. كنقول باللي هذا السيد هذا شو شحال من واحد نجح من عند الاوبسيون ديالو، بقى يكون مين ولا ماشي مين ولا الناس ما عندهاش معاه، ماشي انا مهم، ماشي مهم هو شغلي. انك تنجح انت. انا كان كيدير صاحبي راه فريمون كان كيقرينا بحال لي زونفون. وداك الشيء علاش الناس ما كانتش كترضى، باسكو يقول لك انا طبيب كيف ايوه هي، معاك. ولكن السيد كيدير لك الكرونومتر كيقول لك كتب كطريه، كيقول لك ريد. واو. ما كانش الضحك، ما مسوقش، كما درناش نو هكا. عارف كما عارف درناش هكا كتسناك. ما كناش غنجحوا. وحتى لو كيوجدك نفسيا. نفسيا شوف كيدير لنا بحال الامتحان. احسن سيد تقدر تقرا عنده الا درت في الامتحان بيرلين، ودابا كيدير امتحانات اخرين، هو هذا. مشينا كان سميتو ليو، كان يدير لك فريمون كيما الامتحان، يعني كيبقى يدربك عليه ربع سوايع ولا خمس سوايع في النهار شاك شو. واو. كتمشي كدير كاش الامتحان شي حاجه اللي ديما دايرها فين كيجي شي اليز، ولينا كنديروا مولف الكرونومتر في الدار صافي مولف. يعني داك 10 دقائق ولا مش عارف شحال كانوا كيعطيونا في ليكري، كانت كتعطيك استراتيجي انك جامي تحصل له. هذه السيد كان واو، فاهم. يعني في عين وجدتكم مزيان وجدت نفسيا وحتى بخير اسميتو معنويا. اوكي نجحتي ولا كيفاش؟ طبعا نجحتي يعني انك صراحه انا خدام ما دابا خرجتش، يعني ما من عارفش الاخر الاحساس ديالك من الاخر. ما يعني ما كنتش عارف، باسكو كتسمع بزاف الناس كتسقط وهادي، فهمت يعني ما كنتش واحد عارف. كان دافع فيك فيك الوقت اللي انت دفعتي. انا ما كتقدرش تعرف الاخر نيشان اكزاكتومون شحال كانوا ديال الناس، ولكن كانوا بزاف يعني. وكتسمع فريمون الناس خايفه من الامتحان بزاف، دوك اللي كانوا معانا كاملين وكاين اللي سقطوا، يعني كانوا معانا بزاف كيبريباريو وساقطين. دابا هذا هو المشكل، سيكو ملي كتجي تشوف كتقول باللي وا بيان سو غادي يكون يقرا معاك كان ساقط، باسكو كان ناجح ما غاديش يقرا معاك. يعني كطيح انت في الجو، هذاك واحد خايف وواحد ساقط، واحد خايف وواحد ما ساقط. غاديش تفيق تلقى هذاك اللي ديجا ناجح، باسكو ما غاديش تلقى هذاك اللي ديجا ناجح، كتلقى ديجا راه خدام، يعني ما عندكش زاد فهمت، كثيرة يعني ديجا كثيره، وانت غتلقى غير مع هذوك اللي ساقطين وهاد صافي كتفوت كل يوم مستريس. كلها مستريس صافي. انايا فاتوا شي 4 ايام ولا 5 ايام، ودابا المشكل لي زالمون مشكله صاحبي. ما كاينش مزيان الناس تما يعرفوا ان انا مشكل. صيفط لك الايميل اللي صيفطوه لي، ما صيفطوليش يعني كونغراتوليشن ولا مبروك عليك راك نجحت ولا شي حاجه. مش عارف حتى كي قالوها لي بالالمانيه، قالوا لي بواحد لافاسون انك قبلتي شي حاجه بحال هكا. وهذاك الميساج اللي صيفطوا لي داك الايميل ما قدرتش نعرف انني نجحت ولا ما نجحتش، ما قدرتش نفهمه. يعني بقيت نقول شنو هذا الايميل، ما باسكو ما فيه كيما قلت فيه لا كونغراتوليشن لا هذه لا حتى شي حاجه، وفيه شي حاجه ما تقدر في داك السياق ديال داك الجمله اللي كانوا ما تقدرش تفهم واش نجحت ولا ما نجحتش. شنو مشيت ندير انايا مع داك النهار؟ كنت عارف غادي يرد عليا. المهم انا فايق مع 6 الصباح جالس كنتمشى بيغلان كامل على رجلي، يعني صافي ما مستريسي، جالس كنتمشى قهوه وكنتمشى وكنفكر واش غادي ندير، باسكو ما نجحتش كان كلشي كيدور لي فراسي، غادي ندير للمغرب اللي نضرب شويه في المغرب ونبين لي هذه الف بلان وبلان. انا كيجيني هاد الايميل ما فهمت حتى شي لعبه، كنمشي كنطير عند البروف اللي كان كيقريني، وانا قلت لك هو ستريكت وكذا وهادي، دخلت دقيت عليه ما عقلت على حتى شي واحد. صافي دخلت عندو قلت له قال لي مبروك عليك راك نجحت. واه كيف الاحساس، كيف الاحساس ديالك؟ بزاف ما يمكنش، باسكو هذاك ديك تما كاع ضربتيها. ما يمكنش هذاك الشيء، هذاك الصراحه ذاك النهار كان واعر بزاف. يعني كانوا ديك الايامات اللي ما عمرك غتنساهم في حياتك، نهار بيان سور اللي دينا الدبلوم، ونهار ديك لا سيريموني اللي داروا الدراري اللي كانوا معنا في رومانيا، ونهار هذا ديال الاخر، ونهار بيان سور نهار السواج، ونهار الزواج ما تخلقش انا ريم. يعني شحال من حدود الايامات اللي وهذاك كان واحد من ذوك الايام اللي كيبقاو لك في الدماغ. ما يمكنش انا كان صاحبي صافي تما عليك مزيان، صيفط ايميل دري باسكو بزوجنا سيتياسيون صعيبه، شنو غنديروا؟ غادي يكملوا لنا الاخر، ما بغيناش عاوتاني نزيدوا نكثروا على لي بارون. واش انت مشيت عاوتاني هادي خصني مثلا بلوكي سي موا مثلا صافي، واحد انت بديت كدعيا من داك صافي، باغي تستقر ماديا وتستقر حتى من المهم، تعرف تبعد من داك
تبعد لا منهم ما تاهم عليك، ماني اش بيه بني انت بيان صح. سور، انت كتوصل لواحد لو بوان كتبغي انت تعاون ماشي وخصوصا غير انت الله كتبيع. شتا هو كبدي ما خاش مع عبد العزيز تاع 20 عام ماشي هو 28 عام، يعني كتولي عندك تحس بالمسؤولية انت وتزوجتي وكذا وهذه المرة هنا صافي كتلقى انا كانت وخاص صافي واحد خصك الوقيته تنجح خصك تنجح كانت عندي اوبسيون او لا اوبسيون او، ما ما خصك كانش عندي تنجح اوبسيون بي، فهمت؟ كان عندي سوا غنجح سوا غنجح. صافي سالينا ايه نجحتي شنو هما الخطوة اللي درتي اخرى باش اللي كنتي خدمة دابا انت نجحت وما عندكش اكسبيريونس، ما عمرك خدمت انا في المانيا فرع دعوت وما عمري ما درت حتى شي ستاج في المانيا، يعني ديجا كو انا نجحت عندي لابروباسيون، يعني عندي لا ليسونس باش نخدم اون طونك كو في المانيا، ولكن ما عارفش كاع لو سيستيم كي كيخدم سيستيم ميديكال، لا لي زوبيتو كي كيخدمو لا هادي حتى شي حاجة، يعني ما عمري ما حطيت رجلي في شي اوبيتال المان، يعني ماشي على الله. ديكو انا ديكو ما عنديش الوقت بزاف، بقيت كنبوستوي في اي حاجه اللي مزيانه برلين في ولا في المانيا، ألمانيا كاملة؟ لا ماشي في المانيا كامله، اللي مزيانه في المانيا كما قلنا على داك الشيء، باش علاش انا جيت لالمانيا باسكو سبيسياليتي باش انك تختار شنو دير في لي زوتر بيي، سي ليكزامان شحال ما شحال ما تكلاسيت شحال ما عندك لي زوبسيون مزيانين، فهمتي؟ هنا في المانيا لا، هنايا بقيت بوست خاوي ما يجي يكون مانيش عارف فاش لي 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 سبيساليتي اللي كيكونوا تري دوموندي، لي بيي اللي كنعرف انا كتكون لوفتالمولوجي لا راديو، هادو كيكونوا تري تري دوموندي، الناس كاع باغيه ديرهم ديرماتو وكذا. المانيا لقيت بوست، يعني باغ اكزومبل لوفتالمو دفعت كتمشي تخدم، كاش قبل وقتها ما كانش ديك سيليكسيون على حساب شكون تكلاس الاول يدير، لا ما كانش داك الشيء. يعني انا بيان سور كنت ماذا بيا ندير شي حاجه من البدايه اتفاجئ اللي انا، بك ولكن في الاولى وصلت لذاك لو بوان اللي بغيت غير نخدم، اذا غير ندخل غير نتعلم لا لونغ وغير صعب غير انك نطلق راسي ونفهم السيستم كومون سا مارش، صافي ديكو انا شديت السي في، شديت في الاول نشوف كاع لي بوست اللي كانوا محدولين في بيرن وفي برادنبورغ، باسكو برادنبورغ ولايه يعني ولا بيرن، يعني يدين حتى هي قريبه ما غاديش نبعد على بيرن باسكو ريم هنا، يعني على نعيش ونعيش اونسومبل، و صافي يعني بقيت نشوف لي بوست اللي خاويين في الاول، نشوف لي بوست ونسافر بارتو اورتوبيدي، صيفط الريهابيليتاسيون، صيفط كلشي، اي بوست لقيتو خاوي كنقد السي في على حسابو، ليتر دو موتيفاسيون على حسابها كنصيفط عادي، يعني جاوني لي ريبونس، جاوني ولا ما جاونيش في بيرنا، جاتني حتى شي حاجه، ولكن هادشي كان غير السيمانه الاولى، سمعنا هكا اوكي كنت سنيت واقيلا شحال من سي في صيفطتي بزاف. شحال من ايميل كنت صيفطت دابا نهار نجحت يعني ما عندي ما يدا، يعني نهاري كان كيبدا كنفيق كنفطر نهار كامل سيفيات و من 8 9 10 ديال الصباح حتى كتنعس، ما كان والو، ما كتعرف حتى شي واحد، ما عندك فلوس لا باش تخرج وخصك الدور لا تخدم والو، صافي يعني خصك تدبر انت يا بوست، ديجا انت باغي تطلق راسك في لالون باغي تفهم باغي صافي، يعني قد تفهم. نهار جاني لابروباسيون كتسكانيها باسكو ديك داك لو دوكيمون مهم بزاف باش ان الواحد يجاوبك في الانترفيو، باسكو ما عارفين هاد ليزيترونجي ما كيكونش عندهم لابروباسيون، كيكونوا شي حاجه عندهم غير بيغو في سيغ لاوبنيس هادي، صافي دفعت اي حاجه، يعني كدير لو سي في ديالك وكتسنى. في الاول ما جاونيش ديك، انا كنت مقلق بزاف فهمتي، ديك 3 ايام 4 ايام ما كيجاوبك غير ديك اسمح لنا ما عندناش بوست هادي راه شفت كاش كاينه داك وكذا، خلع عاوتاني انا قلت انت ما سنيتش بزاف ولكن انت ما عندكش الوقت، صافي جاتني جاوني واحد لي بوست على برا، حنا غير ريابيليتاسيون داروا معايا انترفيو قال لك خدم معانا، وحدين بعد شويه على بيرنا واحد 60 كيلومتر في التروماتولوجي قال لك حتى هما عندنا بوست اذا بغيت تبدا بدا، واحد في الكاسترو يعني ميديسين انترني كاسترو، صافي يعني انا وصلت كنت نقول واقيلا كنت غادي ندير ديك ديال التروماتولوجي باسكو عجبتني لا كلينيك هادي وعجبني داك الشيف دو سيرفيس، وقال لي قال لي يعني ان الدواء يعني كاين لي زيترونجي وهادي وانتيغرا فاسيلمون هادي، صافي داك يعني البان اللي كان عندك انترفيو يعني باش كانت مزيانه، سي كو ديجا فوت واحد 3 ولا 4 ديال لي انترفيو، وي يعني ديجا تلاقيت دي شيف دي زانترفيو، مع عمرك خدمت مع عمرك درت انترفيو، يعني ديجا كانت عندي ديك الاكسبيريونس ديال فوت دي زانترفيو قبل، و فيو كو ما لقيتش حاجه في بغداد حنا شي درت قلت غادي نهز السي في ديالي ندير الونس، يعني كما كانوا يديروا الناس هذه الحاجه، سيت السي في امبريميتو شديتو بقيت نشوف اول اوبيتال اللي قريب لي غنمشي له، غنفوت على ليست دي زوبيتو كاملين كارديو، مشيت غنشوف ميديسين انترني كارديو، صافي اول اوبيتال كنت ساكن في كارلز هورست، اول اوبيتال خرج لي لوبيتال اللي خدام فيه انا اقرب واحد لي 14 مينوت خرج لي 2 ستاسيون دو مترو ولا 3 ستاسيون،
انا شاد السيفي، لبست كوستيم باش مشي بريزونطابل. مشيت صافي، انا كندخل في الباب ديال لوبيتال كيجيني ابل، الو وي مسيو علاج هادي، اكسبتنا السي في ديالك دابا، اي سي بريزونتي هي السكرتير، وقالت لي انا شنو، انا ما عرفتش من اوبيتال باسكو انا مسافر لكاع لي زوبيتو في برلين وفي براندنبورغ، يعني ما عرفتش ما خليت شي حاجه ما صيفطت لهاش. صافي انا قلت لها، وي وي بيان سور، قالت لي عندك، قالت لي واش عندك الوقت نهار اثنين نديرو معاك فورش تيرم باسكو بريش وهادي انترفيو هادي، قلت لها وي بيان سور عندي الوقت، قالت لي عندك طابليه، قلت لها واخا ما عنديش غنشري وحده. ما ضحكت معاها شويه في التليفون وانا باش ما نقول لها شكون انت، قلت لها واش تقدر تصيفط لي ايميل دو كونفيرماسيون، غير باش يبان لي بداك الايميل دو كونفيرماسيون وانا اوبيتال اللي هضر معايا. المهم انا داك الايميل وصلت التليفون، صافي طفيت التليفون وهزيت، وانا زدت انا في لوبيتال، انا زدت كنت مشيت كنقلب على السيرفيس ديال الكارديو فين جاي، هادي 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 اوب، اول اوبيتال كندخل له في المانيا، دخلت لقيت السيرفيس ديال الكارديو اوكي، كتجي كتجي فاتها واحد الميدسان، سولتها قلت لها السكرتير فين، قالت لي السكرتير هنايا، صافي دخلت دقيت عليها قلت لها فوالا راني شفت بلي عندكم واحد واحد البوست قوي، نقول شي اللي هضرت معاك هي مي شافتني ما خلاتش لي، ولكن السي في ديالي جيت انا قلت لها بغيت نبوستيول، كتشوف السي في قالت لي حتى ما صونيت لك ماسك، عقلت نفسي قلت لها لا صافي تيوب، كنت قلت لها نهار الاثنين وانا حزمت صاحبي انت يا زعما لعبها باللي فاهم وهادي الوغ كو صافي. المهم بحال كتهرس ديك الزاجه من النهار الاول تي فوا، صافي ضحكت معاها صافي فات الاخر، صافي جيت نهار اثنين، نهار اثنين انترفيو شيف هذيك هي صدق فريمون البلاصه، انا كنت باغي ندير ميديسين كارديولوجي انترفونسيونيل، عندهم ثلاثه ديال الكات لابس يعني فين تقدر، كاين كاين لا ريتمولوجي كيديروا لي بيس ميكر امبلانتيشنز، المهم سي لو ريف ديال شي واحد اللي باغي يدخل يدير كارديو، سيتي لو ريف. دو سيرفيس ديال الكارديو فيهم 40 40 بلس لي سوا انتنسيف بلس لي زيرجونس، حنا هما ريسبونسابل فيهم يعني، يعني الباسيون انت هو الاول اللي غادي تيكي، وان بلوس كتفوت واحد السيستم اللي دايرين كتفوت دوز اون سيرفيس، من بعد كتفوت شويه ديال لي فونكسيون عندك ليكو هادي، وكتفوت على لي زورجونس كتطلع عاوتاني لي سوان انتونسيف كتضرب 600 اونتر 6 9 موا، فريمون داكشي او لوبيتال بزاف هادي، والشيف كان كيفاش جات الانترفيو مع الشيف؟ فاس واعر صراحه، يعني احسن حاجه وقعت لي انني فوت دوز انترفيو وي، يعني كانت مهمه هذيك الايام، انا جو بونس كانت مهمه باسكو ما بقاش داك الستريس اللي كان عندي بحال النهار الاول اللي مشيت، باسكو في ثلاث ايام ولا اربع ايام فوت اربعه ولا خمسه ديال الانترفيو، يعني بحال كاين لي كيسيون كيتعاود تخيتي انت الشيف عجبو الحال، قال لي كيفاش انت يا مغربي مشيت تقرا في رومانيا وكنت كنت كتمشي للامريكان تخدم، مشيت عاوتاني للمغرب جاي هنا ما فهمش، ما جاتو في شكل قاتل بنادم فات فات الكورون، وواحدة من دوك لي وانا انا درت لي ريشيرش ديالي، كيقول لك درت البحث ديالك، كيقول لك كما يقولها يعني بروبر بريباريشن بريفنت بور بيرفورمانس، درت شويه لي ريشيرش على لاك على لا كلينيك قبل الانترفيو بيان سي، هذاك الويكاند فات لي كله هادي صدق، دوك لي شاف لي سو شاف ديالو كاملين عرفتهم شنو كيديروا، وان بليس دايرين ريبورتاج، وريبورتاج كانت واحدة من دوك لي سو شاف هي كدير واحد لا كورونا جيوغرافي وكتهضر معاهم في ريبورتاج، وهادي انا اون بلان انترفيو مع السي كتجي داخله هي، قلت لها انت يا مدام كدا كيتي بو كونت كدا، وانا شفتك عجبها الحال تي فوا، يعني بحال صافي مزيان قايم يديرها تاعي فوالا، من سالينا المهم دار بيا دورا في الاخر، جلست معاهم شويه، جلست الانترفيو بدا مع 10 وبقيت جالس حتى لثلاثه العشيه، يعني واو باسكو كدير الانترفيو كيدورك على السيرفيس، خلاني شويه في السيرفيس من بعد ثاني، ولكن انت ما عرفتيش تخدم ولا ما تخدمش، نو ولكن باش باسكو لي زالمون ما غاديش، خصو انت تكون باغي تخدم، يعني باغي هو يوريك شنو هما لي كونديسيون اللي كاينين باش انت تبغي تخدم، وحنايا نبغيو باش نتفاهموا بزاف، ماشي انا نقول لك اه وي بغيناك ما يعجبكش الحال باسكو مشيت للسيرفيس وبانوك شي حوايج ما عاجبينكش، اودي جاي من المغرب ولا جاي من رومانيا، كيبان لي داكشي كيبان لي داكشي جنه، اون بلوس سيتياسيون ديالي ما غاديش نوض ديك الساعه تايم نتاع ديك الساعه، انا باغي غير نخدم صراحه، اون بلوس بانني تجيني كارديو، كانت غتجيني كارديو في اي بلاصه كنت غنمشي، وبرلين وقريبه لي في الدار، في الدار اللي كنت فيها، ونحسن السبيطارات اللي كاين في برلين في المانيا، واخا كاع المانيا و صافي ديكو انايا اوبيتال خيالي، يعني عمري كنت تخيلت غادي يكون كاين شي اوبيتال بحال هكاك، فهمت
دخلت انا ما حسبتش بلاني في اوبيتال، حسبت لاني في شي مول ولا شي حاجه. شتي عندك شتي عندك شي حاجه هاربه، ما كتحسش راسك ملي راك في اوبيتال، ما كتحسش كاع براسك. كان يعني كما تدخلش فريمون السيرفيس، مي كتدخل الكافيتيريا من هنا ولي لي 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 سميت وديجا غير باش توصل سميتو عندك واحد وصافي. ديكو قال لي كان اثنين، قال لي صافي عجبو الحاجه اللي حنا عجبنا الحاجه، اللي كاين لنا لي زابليكون اخرين، ومهم انت عندك الوقت ورد علينا دون دو جور ماكسيموم. قلنا واش انت تبغي تخدم هنايا؟ قول لك دابا انا ما غنخدم عليك. بيان سور تبغى تقول لك انت شويه شو دابا العياط؟ داك الشيء اللي درت انا دابا بيان سور، انا كنت كنقول سيغمون واش غنعيط له غدا عليه ولا غنستنى دو جور كيما قال. وهضرت مع عليه قلت له راه ما يمكنش بيتا، هضرت مع مي بارون فهمت الوالده عيطت لها قلت لها راه ما يمكنش لو غيف ما يمكنش. خويا كان عاد في اوكرانيا نعقل فاش هضرتي معاهم كاملين. مي راك عارف لا فامي فرحان بزاف وكتكون فرحان، مشيت درت انترفيو بحال هكا وفهمت. قلت لهم راه زعما فريمون الصراحه مشيت انا وليم داك النهار الاخرين ضربنا دوره في البيتال، جلسنا كان معايا كاين لا فونتين نهار الاخر. داك النهار انا مكملت الانترفيو، وصلت للدار مكملت القرايه، جات مشينا ضربنا ضربات تما باسكو البارك راك شفتو قداش، وكاين البارك وكاين ديك لا فونتين قبل البيتال. بقينا جالسين في دوك الكراسه اللي تما جالسين كنهضروا انا وياها. قلت لها ودي واش غادي نخدم انا هنايا؟ قلت لها ما عندي لا اكسبيريونس لا والو. قلت لها حلم اصاحبي يعني ما يمكنش اني غادي نخدم هنا سي. قلت لها غادي يقبلوا. قلت لها كاين ليزابليكاسيون هادي. قلت لها غادي غادي ان شاء الله غادي يقبلوا. صافي لوندوما عيطت لهم الصباح قلت لهم وي باسكو هو قال لي غاتكون خدمه بزاف وهادي واش تي بخي اساكريفي. بقيت انت راك جاي انت صغير موتيفي باغي تخدم باغي عطشان 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 يلا من جميع النواحي. كان يقول لي 40 دور ولا 42 دور بلوس لي غارد. كنت كندير 80 ساعه في ميديكا 90 ساعه مينيموم في فاست فود. كنت كنخدم تمار هكا بصح كنت كنخدم شاك جور ما كانش دي اوف واحد. بان لي هنايا جنه. داك الشيء عيطت له قال لي صافي غدا يعني مازالك باقي واحد لي زابليكون غدا نرد عليك. صافي انا رديت عليه بالاربعاء الصباح ولا الثلاثاء بالعشيه ولا مش عارف. والصراحه الخميس وانا المشكله ناوي الى غادي يعيط لي انا ما ناويش يعيط لي بكري. وانت دابا انت ناعس تسعة هما دابا كيديروا غينيو مع 8 ونص 9 الصباح ما عيط لي. انت دابا ما جاياش انك تجاوب التليفون. هذيك هي نطفيخت راسي في الساعه هذه شربت قهوه ماشي صرت قهوه يعني غير في خطر راسي والتليفون كيصوني هضرت معاه علي فوالا سي بون انت اكسبتي لا تبغي تفوت اليوم باش نسيني الكونتر. اليوم ديك الساعه انايا بعد بزاف سرقت موجودين ديجا يعني ديكو داك النهار الاول شد خداو لا ديسيزيون باسكو كان كلشي واجد لي كونتر كلشي واجد جديد صراحه. ولكن البدايه كان صعيب بزاف بديت كان صعيب بزاف الشيء اللي وصلتيه دابا ماشي كان ساهل يعني بلا ما كتفرج شي واحد درت هذا البودكاست وكي الحمد لله طبيب ولكن مازال انت كدير واش دابا انت كدير شنو كدير دابا؟ كدير لا ريزيدونس فايتا بيلدونغ فايتا بيلدونغ يعني في سبيساليتي كتكون بحال اون فورماسيون كونتيني. اوكي ترى كتخدم شاك اني كطلع في لو نيفو مي كتوصل لواحد لو بوان اللي خصك تجمع واحد الكريتير خصك تفوت شويه في السيرفيس خصك تفوت في لي سوا انتونسيف تفوت في لي زورجونس كنت عارف دير الا كنت دير كارديو ولا تكون دير ليكو تكون دير قده ديال ليكوغرافي قده ديال الكورونا رانجيوغرافي وكذا وكيفوت داكشي نورمالمون هنا في المانيا 6 سنين في المغرب فرنسا 4 سنين ولا 5 سنين مي كتجمع كاع دوك الكريتير كتفهم باش كتولي سبيسياليست كتولي يعني سبيسياليست. اوكي انت باقي دابا شحال باقي لك باش انا دابا 4 يعني فان 4 يعني في سبتمبر يعني نص ديال 4 يعني في سبتمبر ندخل 5 يعني قريب ان شاء الله خوال خوال اش بعد ديجا 4 سنين راه صعيبه ماشي داز صعيبه ولكن فاز في الصراحه هي داز صعيبه باسكو انت لا ريسبونسابيلتي كبيره فهمت انت كتجي من عندك اكسبيريونس كيما قلت لك شنو نهضروا على التحديات كيفاش شنو اكبر تحدي كانوا عندك من يلاه بديتي الخدمه كطبيب هنا في المانيا السيستيم اصاحبي السيستيم ميديكال انت ما فاهمش كومون صامك انت ما عارفش دابا انت ما عارفش كاش واحد اونبوردينغ في الديباش ولا حاجه اونبوردينغ فريمون فيت فيه هما خصهم الميديسان يخدم كيخلصك بالبدايه باش انك تخدم ماشي بقى يدير لك يعني عندك اونبوردينغ ديال 1 ويك ما كافي والو 1 ويك يعني عندك سيمانه وحده خصك تكون ناضي تكون ناضي انت كتبدا كتشوف ديجا انت باغي غير تفهم هاد لي باسون راهم عندي في السيرفيس مين جاو واش جاو من لي زورجونس واش جاو اليكتيف واش جاو
هاد لو سيستيم ما فهموش. يعني حنايا كان الناس اللي كيجيو اليكتيف كيدير لوبيراسيون كيجلس، كاين اللي كيجيو على لي زورجونس كيجيو اون اورجونس كيدخلهم. لو سيستيم تاع واش اي واحد تقدر تصيفطو للدار، لا كاين اللي ما خصوش يمشي للدار يمشي للدار العجاز، كاين اللي خصك تطبق لو جيرياتري، كاين بزاف ديال لي بيتي ديتاي، كاين لي بالياتيف اللي كاين، فهمت بزاف ديال لي ديتاي. ما بقاتش غير انك كداوي كتفهم الدياغنوستيك وكداوي السيد كتعرف لو تريتمون اللي كتعطيه، نو داكشي كيبقى فهمت، داكشي داخل داكشي اون بارتي من خدمتك. كتلقى انت كتلقى راسك كضرب غير مع الباسيون فين غتصيفطو كيغدير له الدوايا، شكون غادي يعطي له ريسيبت، شكون غادي يعطي له هادي، يعني فريمون باش انك تفهم لو سيستيم. عندك في النهار بزاف ديال لي ريونيون، اون ميم طون في لا فيزيت ديالك اللي كديرها الصبح فاش كضوع اللي خصك ديجا تفهم وشنو هما دابا لي زوبستاكل اللي عندك، باش انك الا كان عندك مشاكل باش انك تعرف شنو هما لي باسيونال تبريزونتيهم. الا كان شي واحد خصو شي انترفونسيون ولا شي حاجه خصك تبريزونتيهم في لا ريونيون اللي عندك في لابري ميدي مع زوجونس، باش انهم الا كانت الانترفونسيون خصها تندار لو لوندوما ولا ابخي دوما، ولا كانوا دوز كتجلس اون ريونيون باش كتهضر على الباسيون واحد اخر عنده اوكي يعني دوت خيدي. وهادي يعني خصك فريمون باش انك تفهم كومون خصها بخون دو طون. ديجا لي زالمون اون نو ميم اللي قاري في المانيا وعنده لا بروباسيون فوت لي ستاج كيلقاو مشاكل بزاف. يعني كان التحدي اللي لقيتي هو ان السيستيم خصك تفهم السيستيم كيفاش خدام. كانت المشكل تاع اللغه اللي دخلت كانت واخا كنت كانت مشكل، كان عندك مشكل تفهم الثقافه ديال المان كيفاش كيخدموا العقليه ديالهم ديال الخدمه. انا كنظن تخدمتي في المغرب انا في ستاج، كاين واحد الفرق ما بين الخدمه في المغرب كطبيب والخدمه هنا؟ كاين فرق كبير، فرق كبير. حنا حسيت في المغرب سورتو ما بين لي ريزيدون مزيان، يعني كلشي سوتيتوا وهادي والقضيه يعني فريندلي، يعني هذيك تحس راسك بلي راك مع واخا هذاك كاتريام اني تي بروميير اني ما كتحسش بواحد، ولكن ملي كتفوت من الكاتريام اني ولا سبيسياليست اللي يكون عاد فات الشيف دو سيرفيس كاين فريمون واحد الهيراركي اللي الاخر كتلقى كيخاف حتى يهضر مع والشيف. كنقول لك اكسبيريونس ديال الكاتريام اني مش عارف، بيان سور غادي يكونوا دوطخ شيف دو سيرفيس اللي لها علاقه، ولكن كتحس باللي لو شيف اللي لا ماشي غير باش يغيديك، ولكن اللي لا حتى باش يعطيك دو رومارك اللي ماشي فين سويه قاصحين وكيعط الاوردرز بزاف خص كذا المره الجايه ما نديروش هادي وهادي. هناك كتحس بهادشي، هناك واخا يعطيك الاوردر لا فاصون باش كيقول هاك كتحس براسك باللي راه اوردر تكون باغ اكزومبل. يعني بيان سور مي غادي يجي واحد ولا شيف ديالك غادي يقول لك ما كيقوليش عزيز السير دير هادي زعما غتكون راه ممكن دير هذه من فضلك، كيقولها اون طون كو حنا عزيز خصنا اليوم نديرو هذه. والله فهمت باغي نقول لك، يعني انت هذا اوردر ولكن بواحد لافاسون واحد اخرى فهمت. انت بيان سور الا قالها جا غدا ما غاديش الا لقاك ما درتهاش غادي يقول لك، ولكن انت هذاك ديجا راك فهمت بلي سان اوردر يو نيد تو دو ذس، ولكن بواحد لافاسون كنت راك اخرى كتحس بلي عندك قيمه. شوف ما عمرو انا جاني شي ابيل من شي واحد وقال لي علاش ما درتش كذا وخصك دير هذه، ولا واخا كيعطيك الاوردر يقول لك عزيز اليوم خصنا نديرو هادي وهادي ضروري نديروه، وانت دا كديرهم انت كديرهم ولا واحد يعني سي ديفيرون، يعني دير خدمتك ما تلقاش حتى شي مشكل وكلشي كتيتو. يعني بغا يكون ابار لو شيف هنايا اللي تو لو تيتو با، يعني ما كتقولوش يعني توا كتقول له فو في فرونسي باغ اكزومبل زي، هنا كتقول له زي، ولا حتى هو عاوتاني كيقول لك زي. وي لو سول، يعني ما بين لو شيف غير ما بين لو شيف والاخرين كاملين اللي تحتو اللي كتكون هاد لو فو فوامون كيقول لك زي سيد عزيز فوالا. انت كتقول له لا ميم شوز، سينون الاخرين كاع واخا تحتو غير يعني كيكونوا حتى هما دي سبيسياليست ولا دي زوبيرارت وهادي كلشي اي سوتيت. وانا النهار الاول كنت كنحتارمهم باسكو السيد عنده 50 ans 55 ans ما كتجينيش كنقول له طوا ما جاياش قول له فو، جوج ديال المرات كيعطيوني رقم كيقول لي عزيز نون با دو فو بيناتنا سي تيتو ديريكت. واش كيفاش قدرت انتيغرا في الخدمه؟ واش ساعدوك ان انتيغرا؟ كانوا ضريفين معاك في الاول. هذه هي لافونتاج فريمون ديال لوبيتال ديالنا، وكاين بزاف اللي كيجيو من لوبيتال اخرين كي جروب تيم تيم صراحه زوينه. يعني التيم عاونتك بزاف انك انتيغرا، ما حسيت براسك انك غريب وربما في اللغه عاونوك وعاونوك في كدير الميستيكس عاونوك. اللي كنت كندير انا تما هذيك الشهرين الاولى ولا ثلاثه شهور الاولى واخا كنت كنخدم بزاف وهكذا، ماشي خدمه ديال شي واحد اللي انا صراحه كنت في بلاصه الشيف غادي نقول له لا سمح لي اخويا سي با سافا با الفير اوي باسكو كتوصل كتلقى راسك فريمون تالف. انا كنت كنجلس 11 د الليل وكنلقى راسي ما ساليش الخدمه وما عارفش غدا واش غادي ندير وشحال من حاجه ما مقداش وتالف ما عارفش شنو غندير. انا قاري الميديسين قريتها ما خدمتهاش، سي ديفيرون
كاين الفرق ما بين تخدم وتقرا. كما قلت لك راه ما بقاش انك تعرف المشكل، هاد الباس انت عارفه، جا نقولوا عنده انفراكتور السلطه في القلب ولا القلب شي حاجه، كدرنا له لا كورو، دار لي ستاند ديالو، الدوا راه باين اللي غادي يديه لو سويفي كي داير، وهادي اوكي هذاك الشيء راه باين صافي. واخا نقولوا قريتو انت في الالماني كديروها بشويه ديفيرونس، صافي كتفهموا نهار الاول صافي سالينا، كل واحده ديفيرونس صغار فهمت. الثيرابي عندها دور كبير وديما كتكون سوبرفيزي، يعني ما يمكنش انك في التالي كيجي الشيف ديالك فما كدير له ديسشارج الباسون ديالك، كيجي كيدير واحد البيتي كونترول كيشوف صافي هذاك الشيء هو اللي يندر خصو. ولكن المشكل كما قلت لك ديال لو سويفي، هذا غيمشي خصو رونديفو، هذا خصو يدير غير هاد الكوميونيكاسيون، هذا خصو يدير كدا، كيدير يخرج بقات هذا اللي جا دار الانترفونسيون اليوم اليكتيف خصو يخرج ابخي اون نوي ولا ابخي دو نوي، باسكو الا خرج غير ابخي دو نوي ما غنديوش حنايا اسي دارجون لاسيغونس كو الاخر. واحد فهمت فريمون بزاف ديال لي ديتاي السيستيم كله من اصل زيد، وهنايا خص نهار تبدا تفهم السيستيم وتكون عاوتاني واحد تكون يعني حتى ما عندكش مشكل في لي ثيرابي صافي. يعني انا فوت كنت كنخرج مع 10 د الليل حاجه، انا في الشهرين الاولى ما كنت عارف فريمون صافي، انا كنت كنقول غادي يجي نهار اللي غنقول اسمح لنا باسكو عندك probation period ديال 6 months يعني يقدر انا بورتكو ماما يقول لك سمح لا علاش علاش يعطيك غيزون وانت تقول لهم سمحوا لي ما قدرتش نزيد بلا ما تعطيهم من غيزون. يعني هذا معروفه في المانيا كاين في كاع لي دومين قال خدام فوالا. يعني انا كنت كنقول غادي النهار غادي، انا في كل ما كان يجيني شي ابيل عند الشيف كنقول صافي ابيل ديال ساليه الحفله، ولكن صافي غير فات ديك الشهرين الاولى خطره واحده لقيت راسي صافي فريمون فهمت واحد واحد المده معينه وانت صافي فهمتي السيستيم فهمتي صافي فهمت لو سيستيم كتهضر مع لي كوليك تهضر مع الممرضات تهضر مع الناس اللي جايين. عام فات فهمت يعني مازال كنتعطل في الخدمه وكنخرج على الطار وهذه صافي العام مزاوج في السيرفيس فات بخيه، يعني كنت ما كنديباساش 5 العشيه 5 ونص راني في الدار، يعني ماشي راني في الدار خرجت. شوف شو عايزك اهم سكيلز اللي خص يكون عند الطبيب من غير انه كيدخل داكشي اللي كيديرو باش يكون طبيب، هنا خصك تعرف تمانجي التايم ديالك وتكون اورغانيزي. واه هادو سكيلز مهمين مهمين بزاف، باسكو انت دابا عندك انا نعطيك غير لو سيستيم اللي كان كيفوت حنا عندنا باغ اكزومبل في السيرفيس. في السيرفيس خصك تعرف ديجا راك زوج في السيرفيس وكل واحد غادي يكون عنده 18 ولا 19 باسيون، راه بزاف ديال لي باسيون، كل واحد خصو الثيرابي ديالو، كل واحد خصك تدبر لو كي غادي يدير يخرج، ولا كل واحد خصو لاريتغ ديالو هادي، وخصك الا ما كنتش اورغانيزي غادي تلف. يعني خصك انت ديجا الباسيون نهار يدخل غاتعرف هاد الباسيون ما خصوش يديباسي عندي 3 ايام، وهاد الثيرابي اللي غنديرو له وخصك ديجا من نهار الاول كدبر له شنو هي لا سورتي كيدير يخرج. يعني انت ملي كدير لا فيزيت ديجا لا فيزيت ديالك كانت شي حاجه خصك دير هذاك النهار خصك ديرها لو بليتو بوسيبل، الا كان باس انك في الساعه باسكو خصك تمانجي الباد سيتويشن ديال الباد، باسكو كاين بزاف كيجيو لي زورجونس بزاف ديال اللي كيجيو اليكتيف، عندك في النهار 10 اليكتيف يعني عندك في النهار خصك تخوي 10 ديال لي باد ديال ليلي انا تقدر تدخل واحد اخر. والسيستم كوم صار كعارف الكابيتاليزم لي زيغ لي زافيرونس هما اللي كيخلصوا لي زوبيتو، يعني خصك تكون دير الموف ديكو، خصك انت نون كو راك تخدم اون طون كاميتا راك تخدم كتخصك توجير، ومي كيكون سيرفيس نتوما زوج في السيرفيس يعني كل واحد كيجي على النص ديالو، اذا كان غير واحد واحد ديزيكيليبر صافي غادي كلشي ترو. يعني كما قلت لك ما بقاتش غير في الثيرابي، ما بقاتش غير في اورغانيزاسيون كتوصل. انا كي كنت كندير كان الصباح ملي كنت كنوصل كان اول حاجه كنديرها مور لا ريونيون ديال الصباح كنوصل كندير من ساعه حتى ساعه كنكوريجي دوك لي ليتر، انا لي ليتر كنكون داير مديكتيهم نهار قبل، كنجي الصباح كنلقاهم مكتوبين كنكوجيهم كنقدهم صافي راهم كاملين خصهم يتسينيو عند الشيف اللي فوق، كندير لا فيزيت كنمشي خصني في لا فيزيت نساليها في جوج سوايع طق 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 باش كنعرف شنو ندير، باسكو باش يبقى لي شويه ديال الوقت باش نفكر لشي واحد اللي كان عنده شي بروبليم اللي ما فهمش ما فهمش الا خصني شي افي ولا هذا خصو يمشي هنا هذا خصو يدير غاديو هذا خصو سكان هذا خصو يدير ايكو عاد باش نعرف شنو كان نديرو نمشي هذا خصو يدير هادي باش نقدر دوك لي باسيون اون موان نفهم شنو واقع خصني نفهم شنو هو لو بروغرام باش انا نعرف شكون هو اللي خصو يتبريزونطا باش في لا ريونيون بريزونتي لي باسيون الا تبريزونطا خصهم اوبيراسيون خصك تمشي دير لهم تشرح لهم شنو هي لوبيراسيون خصك تعطيهم يزابروف ويسينيو عليها ودير لهم لونغيستريمون لو لوندومان ديال لوبيراسيون باش انك تبان شحال من سكيس من غير انك تكون كتقول داكشي اللي كدير داكشي اللي خص اي واحد غدا توجد الغدا شنو غادا خصو راديو هذا خصو
تولي دير له زاناليسيون كاع وهذا خصو هذا تولي لو لوندوما، ومن بعد قبل ما تسالي تولي ديكتي لي لاتر ولا تكتب لي لاتر للناس اللي غادي يخرجوا غدا. هذا كان السيستم، مي كنت انا تبعت هذا السيستم مي فهمت له هذا هو اللي كان باسكو هذا هو السيستم اللي مثل لك وقتها. هو هاك راك ما كتيح حتى شي دقيقه. عطني قول لي اغرب قصه وقعت لك مع شي باسيون اللي اثرت لك على المسار ديالك المهني، شي قصه اثرت كاين فيك بزاف. مزيان دابا اغرب وحده. اغرب صعيب الحال باش تقول شنو هي اغرب وحده، ولكن فاش خدم دابا فاش راني في زورونس كيجيو دوك لي كال اللي كيكونوا اون ريانيماسيون كتلقاهم دي جون وكيموتوا لك، فهمت يعني؟ هادو صعيب صعيب كيما بغات تكون، واخا انت عارف باللي درنا كلشي اللي كان وكيجي بلي زيليكوبتر وكيجي هادي ودارو له السي بي ار من الاول ودارو كاع يعني فاتهم لا بروسيدور بيان كوم يل فو، كيجي كتلقى بلي ما كان ما كان باقي جون يعني تقدر شفتو اصعب حاجه اللي كتكون عاوتاني كثر السيكو هذيك خصك انونسي لا نوفيل لا فامي ديالو، هادي صعيب الحال. وتعطي واحد القصه ديال انك لما تشي واحد صغير باش خصك تقول للمهم دردر انه راه مات، ياك خصك تهضر معاهم، وديجا تقدر بعض الاحيان دوك الاعضاء ديالو اللي باقي مزيانين بحال القلب بحال سميتو حتى هما تقدر كيفاش تهضر مع موين الدار ديال تقول لهم ديرها وتهدر هذيك. هذا هو اللي عاوتاني هاد لابارتي صعيبه حتى هي. علاش علاش سا ديبو على شنو درت في الميديسين، شنو درت في سبيساليتي. بيان سور غادي دير سبيساليتي اللي ماشي كارديو ما فيهاش ليرجونس وكدا، ما غاديش تفوت من هاد الشيء ان بنادم يموت لك بين يديك وهادي، فهمت يعني؟ انا خصك واحد السكيل تاع الاقناع باش تقنع واحد الناس حدين اخرين، ماشي ربما يقنع ما باغيش انت بحال بحال شي وحدين سورتو اوكي اللي خدام في بريفي و لي بي اخرين. بيان سور كاين بيان سور دي ميدسان اللي كيبغي يقنعك انك دير شي حاجه، حنا في لوبيتال ديالنا هنا ما باغيش تقنع شي واحد باسكو انت لاسيغونس مخلصه مخلصه. لا لا هذاك لا زعما باش نعطيك مثال هنايا في هادشي ديال لي زورغان. بيان سور خص باسكو انت الا مشيت تقنيت هاد السيد راك قادر بلي زورغان ديالو تعتق صوبي بشحال من واحد ماشي غير واحد، يعني واحد خصو غام، واحد خصو كبده، واحد خصو قلب، واحد خصو بزاف ديال الحوايج. هادي تقدر بزاف ديال الحوايج تسلكهم، ولكن هنا خص بزاف ديال الكريتير اللي تكون وصلت لهم باش ان داك السيد يقدر يعطي لي زوركان ديالو، فهمتي؟ و هادي وصلت لها فاش كنت في سوان انتونسيف كان كنوصل لها هاد ليكا، ولكن جينيرالمون هنايا ما كتكونش بوحدك، كتكون جروب ديال لي ميدسان باش انك تجلس مع لا فامي. انا قاصحه والله ميت لي ولدو ولا بنتو ولا شنو، انا ما عرفتش شنو وجهك. كتكون سهل، كاين بزاف ديال الناس اللي كيكونوا ديجا مسينين كاتبين ورقه انا اذا مت هذاك صافي كمشى هذاك ما بيان سور ما تهضرش ما تزيدش تهضر مع هذاك لي زوركان ديالو كيتعطى ديريكت. كتنصح بنادم انه يتبرى بالاعضاء ديالو؟ اه بيان سور انا كنصح باسكو الا كان الله يستر شي واحد باسكو لي زاكسيدون كدا كيوقعوا بزاف، كاين بزاف لي زون كيموتوا شاك شو يعني. حنا في لوبيتال كنشوفوا داكشي بزاف سيرتو كحنا في لوبيتال ديال لي زاكسيدون هادي، يعني كيجيو بزاف اكسيدون انت كتلقاه مشاير للخدمه جا ميت مسكين. هنا الا كان قادر الواحد يديرها راك تقدر تصوبي فريمون بزاف ديال دي الناس. كاين اللي كيتسنى قلب اورغان هنا فابور يعني ما كتخلصش يعني كتدخل في لا ليست ديال لاطونت، ونهار كتجي نهار كتجي كيجي داك الاورغان اللي كومباتيبل معاك نتايا وهادي بيان سور كاين واحد الكريتير يعني شكون هو غنعطوا له هذا القلب بحال دابا عندكم قلب طوش لواحد في عمره 70 عام اخر واحد دابا ربما عمره 30 عام ولا شي حاجه اخرين هذوك كيفوتوا منهم كتلقى ديجا شكون هو لا ليست اللي راه في ليست الاول مي كيجي الاورغان كيمشي له ديريكت يعني ما كتبقاش عاد يعني كيكون ديجا كاين الناس اللي متحكمه في هذا الشيء. هذا الاورغان كيفاش حتى الوقت الاورغان يقدر يبقى عايش كتبقى نتايا هذا الشيء مخليه بيان سور كتعطي له دي ميديكامون انترافينوس باش انك تخلي كل شيء فونكسيوني واخا هو ما كيكونش فونكسيوني، فهمت؟ واش كتبقى محتفظ دابا بالجوتة ولا كتخلي غير القلب يجبنوا القلب؟ لا كتبقى محتفظ بالجوتة ومن بعد داكشي كلشي كيتبارطاجا، فهمت؟ كاين دي جون سبيسياليست في هادشي، فهمت؟ انا سي با ترو الدومين ديالي ولكن باش لي زورغان يبقاو مازال حيين السيد كيكون جينيرالمون المخ ديالو اللي مات وكتخلي لي زورغان يفونكسيونيو بالدوايات. وي كاين بزاف ما يتقال، كاين كنخرج شي بودكاست واحد اخر على عزيز ومر شي الفلسفه والموت شنو هو شكون اللي كيموت واش الدماغ ولا القلب ولا شنو هو. ميكال بنشكرك بزاف على انك جيت تبارطاجي معنا المسار ديالك، ماشي مشكل. ولكن قبل من ما نسوي البودكاست شو تنصح شي واحد اللي بغى يقرا الميديسين سير الباك
تالف كيقول انا باقي ميديسين شنو باغي تنصح؟ الا بغى يقرا ميديسين خصو يعرف باللي واش ما كت ناوي يدير ميديسين على الفلوس ولا على شي حاجه اخرى. هادشي فهمت سي با سيغ انك توصل له، فهمت كما قلنا في الاول، يعني غادي يبقى في التالي بيزنس بلان وهادي، ولكن الا باغي تتعاون الناس وباغي داك لو ستاتي وهادي يعني فونس. و سي تون غيف فهمتي انت، باسكو كاين بزاف ديك ملي كان صغير باغي يولي دكتور، طبعا يعني تكون كيبقى ميتي كيكون عندك زوين حلم يعني. كيبقى عنده واحد لو ستاتي زين، وبيان سور ملي كتكون طبيب عندك ديما داك ستاتي بحال واحد بروفيسور ولا دكتور ولا كتا، كيبقى ديما داك ستاتي اللي تا هو مزيان. علاش غير باش كنظن غادي يدوز من مراحل صعيبه، اما انت الحمد لله طبيب، ولكن راه دزتي من مراحل صعيبه تقدرتي انك تسالف تحبس اي لحظه، يعني اللي كيخليك انك ما تخليش هو ذاك ماشي غير سترونغ واي. ماشي فورسيمون، راه بزاف كاع الناس كتفوت من هذا. تعرف شي واحد حبس معك قراو معاك وحبسوا الميديسين قال لك صافي انا بارك عليك خويا كاع. ماشي غير معايا، كاين بزاف راه تلقى في بارتو في لو موند، راه ماشي راه بزاف ديال الناس كتحبس ماشي غير في الميديسين، راه بزاف ديال راه ماشي غير الميديسين اللي صعيب، راه كلشي صعيب. راه باش انك صعيب يعني اي تي صعيب، الانجينيور صعيب، كلشي راه صعيب يعني ماشي بحال واحد ماشي كيقول لك الحفاظه بزاف وكذا صعيب غير، ولكن انت شي حاجه اخرى خص فهم بزاف وهادي، راه ماشي فهمت راه صعيبه في اي حاجه. انا علاش اللي راه كيدير شي افير ديالو بحدو راه هو كتلقى خدام عليها فريمون النهار كامل، وشوف واش غتخدم ولا باغي تخدم واش هادي، يعني باش شوف واحد ناجح ولا وصل شي حاجه راه ماشي جات هكذاك، تبدا كتجيش غير هكذاك لا حاجه ما كتجي هكذاك، كتكون لا بيرزيستونس وكتبقى من الدار، ما كتجيش غير هكذا، يعني ماشي غير في الميديسين اللي الواحد غادي يلقى صعوبات، راه في اي حاجه الصراحه. وي خويا عزيز كامل نشكرك، شكرا بزاف. من هذا البودكاست ان شاء الله يكون الناس يعني شي واحد عنده شي سؤال بغى يسولك، نديرو شي بودكاست واحد اخر نجمعو الاسئله ونديرو شي بودكاست في رمضان. شفتو اذا كان السوجي ديالي اللي بغاو يجيو هنا، يعني باش ان الواحد اكسبليكي شويه لا بروسيدور اكثر. وي نقدروا نعملو شي لايف مع الدراري الا بغى شي واحد يقرا الكتاب ولا شي حاجه. عزيز شكرا بزاف، عزيز الله يحفظك ان شاء الله.